الثانية في قرية ماذا يا أخي؟ في الزاهدين في قرية بريتنون وفي قرية الذي في الطريق مررتم بها الأمس. نعم نعم. ويسموا بالزاهدين. نعم يسموا بالزاهدين لأنهم يصلوا جمعة فقط والصيام يمكن الإيجار لمن يريد أن يصوم عنه. يمكن أن رئيس القرية مثلا هو يدفع عنه مدة شهر وهو لا يصوم. ولا يصوم. سبحان الله. كيف زاهدين هذا؟ هذا زهد في الدين هذا. زهد في الدين. الله المستعان. أنا ظننت أن الزهد مثل الزهد يعني الزهد الحقيقي أو الزهد التصوف. لكن هذا زهد في الدين، لا يصلي إلا يوم الجمعة. ولا يصوم رمضان أحيانا إذا دفع عنه رئيس القرية أو هو دفع لرئيس القرية مثلا. يمكن يكون لحاكم يعني. الحاكم. نعم. طيب. القرية. فقط يوم الجمعة يصلي. يصلي. طب بعد هذا يصلي إلى كم عام؟ إلى 63 من عمره فقط. يصلي إلى 63 سنة، أن يبلغ من عمره 63 سنة، بعدها يتوقف عن الصلاة. توقف عن الصلاة. لماذا يا أخي هذا؟ هذا باعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى في هذا العمر. الله المستعان. فإذا يتوفى بهذا العمر بمعنى الصلاة إلى هذا الحد أيضا، فهم وإن كان على قيد الحياة لا يصلي. الله المستعان. نسأل الله الهداية لنا ولهم. الله المستعان.